اهلا بيكم. هنتكلم النهارده بقى بخصوص اصابه محمد صلاح بفيروس كورونا، بعد ما اعلن نادي ليفربول باصابه 3 لعيبه في الفريق بفيروس كورونا. فالاشاعات كانت بتقول ان محمد صلاح كان من ضمن 3 لعيبه اللي اصابوا بكورونا، وانه كده مش هيلعب مع منتخب مصر في كاس افريقيا. فدي اشاعات كاذبه جدا، لان محمد صلاح يعني سليم وما فيهوش اي حاجه، ويعني كان بس نادي ليفربول اعلن عن 3 لعيبه في الفريق بانهم عندهم فيروس كورونا، لكن محمد صلاح مش من ضمن ال3 لعيبه اللي اصابوا بفيروس كورونا. وان شاء الله محمد صلاح سيعود غدا ان شاء الله لمنتخب مصر، وينضم ان شاء الله يوم الاثنين القادم لو غدا بمشيئه الله لمعسكر منتخب مصر، عشان ان شاء الله استعدادا لبطوله كاس امم افريقيا. فمن هنا بحب اطمنكم على محمد صلاح انه سليم وما فيهوش اي حاجه خالص. ويعني كل الناس كانت خايفه، لان زي ما شفتوا محمد صلاح بعد يعني لما كنا في كاس العرب، شفتوا مستوى منتخب مصر بدون محمد صلاح اللي كان فيه، وخرجنا من البطوله. ويعني يعني ان شاء الله البطوله بطوله كاس امم افريقيا ان شاء الله لمنتخب مصر، وان شاء الله تكون بطوله مصريه. وبرده دي تبقى نهايه الفيديو النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان نوصل اكبر عدد منه. نجم منور سمكه، وشكرا.